تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلنت وزارة الإسكان عن بدء توزيع مشروع شقق التمليك بمدينة سلمان، والذي يعد أحد المشاريع الإسكانية الرئيسة المدرجة ضمن البرنامج الزمني الذي أقرته الوزارة. جهود متواصلة، خطوات متسارعة تقوم بها وزارة الإسكان تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية، حيث شرعت الوزارة بتوزيع شهادات استحقاق مشروع العمارات السكنية بمدينة سلمان. تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية، بدأت الوزارة اليوم توزيع شهادات شقق التمليك مشروع مدينة سلمان الإسكاني، وهو أحد المشاريع المدرجة على جدول التوزيع المعتمد. كذلك يأتي هذا التوزيع ضمن التزام الوزارة بتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بإنشاء 40000 وحدة سكنية. هذا المشروع يعد أحد المشاريع الإسكانية الرئيسية المدرجة ضمن البرنامج الزمني الذي أقرته الوزارة، على اعتبار أنه أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة. الحمد لله يعني عقب 6 سنين قاعدة انتظر، فالحمد لله أنه يعني هالشيء وكل بحريني يعني يتمنى أن يكون لها وحدة سكنية أنه يضمها ويضم أهلها، وسمو ولي العهد اللي هو طويل العمر رئيس الوزراء ما قصر الحمد لله وبادر بهالشيء أنه يكون بأسرع وقت للبحرينيين. وأنا الحمد لله من قدمت على الأسكان ما طولت يعني، وفرحان والحمد لله يقولون خوش مدينة هناك، وإن شاء الله يعني نعيش عيشة كريمة قرب جلالة الملك ولي العهد ما قصروا، والفال للجميع إن شاء الله. إلى ذلك تمثل خطوة توزيع شهادات استحقاق مشروع العمارة السكنية بمدينة سلمان مكتسبا جديدا لما له من دور كبير في تلبية طلبات شقق التمليك لعدد كبير من المواطنين ضمن المشاريع الأخرى المدرجة في البرنامج، ليسهم في خفض الطلبات الإسكانية المدرجة على قائمة الانتظار. شقق إسكانية ذات إطلالة ساحلية تتميز بموقعها الاستراتيجي في مدينة سلمان، لتمنح منتفعيها الفرصة للاستمتاع بتصاميمها الداخلية المصنفة ضمن التصاميم الحديثة للجيل الخامس للعمارات السكنية التي تنفذها الوزارة في المدن الإسكانية الجديدة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.